الحمد لله ربي وفقنا في هذا الانطلاقة لهذا المخيم. حددنا له المدة الآن، يعني كانت الانطلاقة يوم السبت 2 أوت إلى غاية 23 أوت. مقسمة هذه 20 يوم إلى وحدتين، كل وحدة فيها 10 أيام. هو يتمثل في حفظ مكثف للقرآن الكريم. احنا حددنا لهم المدة، يعني حددنا لهم الأحزاب، يعني باش يكون عندهم هدف واضح. هي 3 أحزاب. هذه تجربة ناجحة بإذن الله، فأنا في مدة 6 أيام حفظت 3 أحزاب ونصف، وهناك من هو أفضل مني في المراجعة، فأنا عينة من هذا المخيم.